أبدأ مع الدكتور غريب. دكتور غريب، الولايات المتحدة احتلت أفغانستان وأطاحت بحركة طالبان وحليفتها القاعدة قبل 20 عام. بعد كل هذا الجهد وهذا الوقت تعود الولايات المتحدة إلى ديارها، تنسحب بالاتفاق مع طالبان، وطالبان تبدأ بالاستيلاء على المدن وربما تصل إلى الحكم. ما العبرة من كل هذا؟ تحياتي أولا لك للدكتور محمد. بدون شك أن هناك أسئلة كثيرة تطرح فيما يتعلق بالدور الأمريكي وما الذي حققته الإدارة الأمريكية. أولا يجب أن نتذكر أن بداية دور أمريكي فعال في أفغانستان لم يبدأ مع بعد 11/9 في أفغانستان واتهام طالبان وحمايتها للقاعدة، لا بل أنه بدأ في عهد الرئيس كارتر، أي منذ أكثر من 40 سنة تقريبا، عندما قامت الإدارة الأمريكية بتقديم 500 مليون دولار لوكالة الاستخبارات المركزية للعب دور لمواجهة أي تحديات، خاصة بعد الدور السوفيتي ودعمه للحكومة الأفغانية في ذلك الوقت. وبالتالي فأن هذه المدة هي أكثر من مدة عقدين من الزمن من دور أمريكي، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة لم تحقق الكثير. ما الذي يمكن القول بأنها حققته؟ من ناحية من ساهمت بالدور الذي لعبته في أفغانستان بتقويض الحكومة المدعومة من الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، أيضا منعت سيطرة دول أخرى مجاورة لإيران وتدخلها في السيطرة على أفغانستان. بعد أحداث 11/9 بدون شك أن إسقاط نظام الطالبان أضعف القاعدة على الأقل في أفغانستان، وأيضا سمح للإدارة بقتل وأسر عدد كبير من قيادات وأعضاء القاعدة، ومن بينهم طبعا أسامة بن لادن. ولكن غير ذلك يبدو أن الإدارة الأمريكية لم تحقق الكثير، وهذا ما دفع العديد من المسؤولين الأمريكيين لبدء إثارة أسئلة منذ على الأقل يعني 5 إلى 6 سنوات، منذ أيام الرئيس أوباما وحتى في عهد الرئيس ترامب، حول ما سمي بالحروب بلا نهاية أو الحروب العبثية. ولذلك نرى الآن أن هناك في نفس الوقت الذي نرى فيه انتقادات من قبل المؤسسة الأمريكية وخاصة عدد من القيادات العسكرية السابقة، حتى بعض المسؤولين الحاليين لهذا الانسحاب، وقال القائد العسكري سكوت ميلر الذي انتهت إدارته للقوات الأمريكية في أفغانستان في الأسبوع الماضي إلى القول بأنه يجب ألا ندير ظهرنا لأفغانستان. ولكن هناك أيضا أصوات كثيرة في الكونغرس وفي أوساط الشعب الأمريكي الذين يقولون بأن هذه الحروب بلا نهاية كانت مكلفة جدا، وكما ذكرتم في تقريركم أنها كلفت على الأقل ما يقارب من 3 تريليون دولار إن لم يكن أكثر من ذلك. وعلى الرغم من ذلك فإن الفساد لا يزال مستشري، وطالبان حتى مع وجود القوات الأمريكية سيطرت على حوالي 70% من الأراضي الأفغانية.